ما نقدرش نعطي تقييم لانني انا جزء منه. انتما كتعرفوا بانه اللي كيعطي التقييم تيكون خارج اوت اوف ذا بوكس، يعني كيكون برا. ما نقدرش نعطي انا تقييم دابا للويب المغربي، ولكن نعطيه من وجهه نظري ليا انا. راه غادي مزيان بين قوسين، راه غادي مزيان على العموم. التاريخ بالنسبه لي هو التراكمات اللي خلاتني نكون دابا، حيت كون ما كنتش انا بالتراكمات ديالي اللي طرات قبل ما كنتش غنكون امين ديال دابا. وكنظن من هنا مثلا 2030 هاد التراكمات اللي غيوقعوا لي دابا هما اللي غيخليوني نزيد لقدام ونستافد من الاخطاء اللي درت. داكشي علاش الحضاره ديالنا دابا راه كتستافد من الاخطاء اللي دارت. كنقصد الحضاره الانسانيه وماشي غير المغربيه. طريقه زوينه صراحه. الناس واخا يكونوا كيغلطوا كاع، الطريقه اللي كيهضروا بها دابا على التاريخ واخا يكونوا كيغلطوا عادي، مزيان. راه كلشي دابا كيغلط ومزيان، الناس كتعرف على الاقل بعدا الناس كتعرف. ما كان صامد كيقول لي عادي تا هو جي صامد مزيان هاد اللعيبه. هاني غلطوا، هاني غلطوا. شتي تقول لهم في القرن 15 العاصمه المغرب كانت هي لندن. ايوا ولكن المهم يستافدوا، المهم يقلبوا، يمشوا يقلبوا يعرفوا ماشي لندن ويشوهوك هما السر. صافي ماشي مشكل، ماشي مشكل، وصلنا لهذا. هاني هو التوعيه. هاني كيفاش داز 20 يوم، 20 يوم ديال التصوير والمونتاج. كان سليم معنا جا من تركيا باش يخدم معنا بصفته كصانع محتوى، بصفته كمصور، بصفته كمونتور، كيدير كل شيء تبارك الله عليه. وجا وخدمنا خدمه زوينه صراحه، انا راضي عليها بزاف. بزاف كان مكلف بزاف. انا خدمت بروجي قبل تخلص فيه باش نخدم في هذا، ولكن شوف كاع دابا الفيديوهات اللي كنديروا دابا كناخذوا زعما كنوفروا لهم بزاف ديال الفلوس باش نديروهم. صناعه التفاهه، نقدروا ما نقولوا صناعه التفاهه، حيت التفاهه ما كتصنعش، كتجي هكاك، كتجي عفويه. اما المحتوى هو اللي كيتصنع، مع ان هذيك التفاهه اللي كدار راه كتعتبر من صناعه المحتوى، حيت الناس كيحسب لهم صناعه المحتوى هي الحاجه الزوينه. لا، راه صناعه المحتوى كيكون فيها المحتوى الترفيهي اللي كنعتبروه بين قوسين تفاهه، والتفاهه راه كتنقسم لتفاهه خايبه بزاف وتفاهه بين وبين مقبوله. زعما راه ما عنديش موقف منها، زعما كنقول بانها خاصها تكون وسط الويب، ولكن يكون المحتوى الزوين احسن، يكون اكثر منها. دابا صراحه ما الا قلت غادي تيقول لك واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، والله ما نقدرش. شوف انا عندي جوج ديال الحوايج، الا تقننت تقدر، وانا كنهضر كاحتمال، الا تقننت تقدر تولي محدوده، يعني ما يبقاش مجال الابداع، وفي نفس الوقت تقدر تكون مزيانه في بعض الحالات اللي كنشوفوهم دابا. ما عنديش موقف صراحه، مازال خاصني نشوف، حيت ما يمكنش تاخذ موقف وانت مازال ما درستيش البلان. الله يسهل عليكم، الله يسخر لكم الامور، تهلاو في والديكم، والله يسهل عليكم ويسهل علينا كاملين يا ربي ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.